السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم، حياكم الله. المرحبا. اي شيء مميز القاه ابدل لكم عليه باذن الله. الاله هذه جابها لي واحد الله يذكره بالخير قبل تقريبا سنتين او سنه ونص، ولا استخدمتها الا يمكن من 7 شهور او 8 شهور استخدمتها للثيل، والان استخدمتها لحياض النخيل. شيء خرافي يا جماعه. تعال هنا، يلا شوفوا الان بنحرق حوض المخلة. يلا مثالي للنخل. لابد والشجر كله لابد نفس انخلا وشجره يكون عليها رمل، المويه تكون بعيده ما تلامس نفس الجذع. تكبر الحوض وتقلبه كل فتره. ممتاز. ابوريكم الان الاله. شفت الاله نزلت تحت، خلينا نشوف هذه. طبعا لابسها العام اللبس. ميزتها، ميزه الاله هذه، تبدل الراس اللي هنا. تبغى شيء زي هذا تحرث، مثلا تبي تزرع برسيم، تزرع شيء حيقلب لك الارض، حراث هذا يحرث لك الاحواض. ايضا في شيء يقطع لك الثيل. كيف الثيل؟ احيانا الثيل الحوايف اللي جنب الجدار وكذا ما تلحق الماكينه، هو ينظف لك تنظيف، يجي معه زي الواير ويقطع لك قطع. الجهاز اتوقع قيمته يبدا من 750 الى 950، وين موجود؟ موجود عند محلات الادوات الزراعيه. لكن يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا يستاهل، فعلا المفروض بكل مزرعه. هذا له عدة استخدامات ثانية. يجي مع ريشة تقص البلوبينك وال يعني زي الحصادة، ويجي مع ريشة ثانية أيضا ظهر تقريبا النخل. خرافي يعني الجهاز هذا، أنا من رأيي في كل مزرعة ضروري. طبعا يشتغل على البنزين والزيت، باقي نظام خلط شوي زيت مع بنزين، لكن بنزين زيت صح؟ بنزين وزيت. صيانته سهلة جدا، خرب عندنا ذيك المرة وصلحته في الشارع الرين ما أخذ عليه شيء، حق المواطير يصلحونه.